مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. ضل كم اسبوع على فكرة على المدرسة، بس اليوم خميس، وبما انه في سهرة للخميس فقررت اعمل هاي البسبوسة اللذيذة. راح اعملها بصينية صغيرة، لانه يعني الافراد راح ياكلوا منها عددهم قليل، فبالتالي ما راح اعمل كمية كبيرة. تمام. في صندوق الوصف راح احط لكم مقادير بكمية اكبر، بحيث ترجعوا لها لو حابين يعني تعملوا صينية اكبر. تمام. فهلا خلونا نشوف المكونات مع بعض ونبدا نبلش تحضير هاي البسبوسه، تقريبا ألذ بسبوسه في الحياه. فيلا خلونا نبدا. اول حاجه راح اعملها اني راح اشغل الفرن على درجه حراره 190. طبعا راح اشغله بس من تحت. تمام. وعبال ما يسخن الفرن نبدا نحضر البسبوسه مع بعض. اول حاجه عندي هنا سميد، جوز هند، حليب بودرة، بيكنج بودر، مية، زبادي، ممكن تحطوا قشطة بدل الزبادي، وزيت. آخر شي راح نحط سكر. بس كفاية، لأنه احنا راح نحط شيرة، لا راح احط حليب مكثف بالآخر. تمام. ونخلط. بس هيك صارت معي جاهزة. هسا بصينية مدهونة نحط شعرية وصينية مكسرة. تمام. نوزعها منيح بالصينية زي هيك. بعدين راح اجيب خليط البسبوسة اللي عملته واحطه فوقيه. اجيب خليط البسبوسة اللي عملته واحطه. هسا شو راح نسوي؟ هجيب قشطة اللي هي الجيمر ونوزعها بهذا الشكل. بس والله ندخلها الفرن. طبعا الفرن زي ما حكيت لكم شغلان بس من تحت، حاطة رف الشبك بالنص، وراح اخليها على حرارة 190. هذه راح اخبزها حوالي 25 دقيقة او 20، يعني حسب حمامة الفرن. راح اخبزها 20 دقيقة من تحت و5 دقايق بس خليها تتحمر من فوق. هزبط الساعة وادخلها الفرن. اوكي يلا. اخذت معايا بالفرن 25 دقيقة. شايفين؟ بتشوف الاطراف من هنا شوي محمرة. هسا راح احط لها حليب مكثف محلى. بس هنا خلطت حليب مكثف مع شيرة. تمام. بس هيك خليها تتشربها تماما، وبعدين بنقطعها وخلص. اوه نو، رجعت لكم مرة ثانية. طفت علي الإضاءة من شوي. زي ما شايفين حطيت لها الحليب المكثف، وممكن كمان تحطوا لها شيرة إذا مش حابين تحطوا حليب مكثف. وبس راح أدخلها الفرن، ما راح يعني أشغله، بس هو مطفي، راح أخليها جوا بس بدي إياها تتشربها، وبعدين راح أقطعها وأقدمها. تمام. هسا راح أقطعها أساس إنه الشيرة والحليب المكثف يدخل لكل أجزاء البسبوسة وتكون كلها حلوة. وبس راح أتركها تتشربها بشكل كامل، وبهذا الوقت راح أحضر قهوة عربية. تقريبا هتاخد معنا من 5 لـ10 دقايق بتكون هذه تشربت كل الحليب المكثف. فيا يلا. طبعا هذا لتر مية، هو أكثر من لتر على فكرة، بس أنا معبية لتر مية أنا هون، وحطت له 3 معالق من القهوة
وراح اسيبها تغلي لمدة 10 دقايق. بس تغلي معاي زي هيك، بوطيها وبخليها تغلي حوالي 10 دقايق. بالوقت اللي هي بتغلي فيه راح اقطع البسبوسة واحطها بصحون. ان شاء الله شايفين جاية هيك طبقات، اللي هي طبقة الشعرية وبعدين اللي هي القشطة وبعدين البسبوسة. كتير 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 لذيذة، عن جد جربوها كتير لذيذة، يعني هتصير ادمان. رح فرجيكم صورة اول، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله لذيذة، جربوها شايفين. اوبس شايفين، يومي يومي لذيذة، جربوها عن جد كتير طعمتها بالزاكية. وبس لهنا رح انهي فيديو اليوم، جربوا البسبوسة عن جد كتير كتير زاكية، جربوها رح تحبوها وهتدمنوها. قبل ما اروح، اذا انتم لسه جداد على القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة، كمان فعلوا زر الاشعارات علشان توصلكم الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. وبس هيك ان شاء الله انا بشوفكم على خير بالفيديوهات الجاية، ويلا سلام.